الاهلي وبتروجيت، نشوف الهدف اللي احرزه ابو تريكه لو موجود معانا في الفيديو، لانه هدف الحقيقه نشوف يا تامر التمويه اللي عمل. لا الجمله كمان قبل ما توصل ليه الاربع باصات ابو تريكه، بس الجمله كمان في الاعاده عم نشوفها، الجمله كلها جمله موسيقيه حلوه جدا من فتحي البركات لفضل لتريكه، والفينشنج بقى الاخراني اللي هو صبر على الكوره لحد ما طلع احمد فوزي بره اللعب. ده يعني رقصنا كلنا احنا كمان، يعني كل الناس قالت لك الكره بتضيع بس هو صبر عليها لحد ما هو موه الجول احمد فوزي، هو راح منه وراح عداها بس وراح حاطتها بشماله. صحيح دي طلعت الكلام بقول له برافو عليك، يعني الامكانيات الفرديه يعني ازاي لعيب ده تمنه النهارده ممكن لعيب يوصل للمرمى كتير لكن ما اعرفش يحرز. احنا شفنا مش عارف اسمه ايه اللاعب الناشئ بتاع بتروجيت في الدقيقه الاخيره، كان ممكن يحرز هدف وسهله جدا لو عملها بالعرض. لا لو راح لعبها بالعرض الراجل هو جون هو جون اسمه فوق. احمد الفولي عماد بيقول لي اسمه احمد الفولي. احمد الفولي ده لو بص الناحيه الثانيه في واحد جه لوحده هو الجون فاضي. ايوه هو شعبان اللي هو مسك قطع الشورت بعد الكوره ده. ايوه مظبوط الولد ده لعيب كويس قوي احمد الفولي ده، بس يمكن خبرته لسه ما لا هو طبعا ماتش نهائي كاس ولسه نازل ومواجهه مباشره مع الامارات، هو ما شافش حاجه ما شافش الراجل اللي جاي ناحيه مصدق ان انا في 18 خض هو اتخض فحطها وخلص بالكوره. هي دي بقى فرق الامكانيات. فرق لعيب بتمن مثلا ميسي، لو اتكلمنا على مستوى العالم مثلا ميسي بيعرف يتعامل في الكرات دي. النهارده عندنا محمد ابو تريكه بقالنا كتير بنقول لسه ابو تريكه ما رجعش لمستواه، رغم ان هو فعلا الحاله الفنيه العاليه اللي كان مفنش بيها ابو تريكه قبل الاصابه لسه ما وصلهاش، لكن النهارده خبرته يقدر ان هو يحسم مباراه. يعني مباراه النهارده وصل النادي الاهلي بيها صحيح الدور قبل النهائي، هي دي الخبرات. هو ده الانسجام اللي بنتكلم عليه. النهارده بتتكلم في جمله يمكن جمله تكتيكيه عاليه جدا، لما احمد فتحي يلعب كوره قويه لمحمد بركات في تحضير فكر كيف فضيل لا فتحي لعبها البركات لفضل لتريكه. هو ده التحضير، ان ازاي انا محضر في وقت زي دوت وازاي ابقى محضر، عارف زميلي هيتحرك فين وعارف زميلي هيعمل ايه في الكوره. لكن في النهايه خبرات لعيبه النادي الاهلي في الوقت الحالي تحسم اي لقاء. مع نقطه تانية، الحاله البدنيه العاليه جدا اللي وصل لها النادي الاهلي. المباراه الاخيره مع الاهلي والزمالك الفرق ما بين المباراه والمباراه دي 3 4 ايام، ولعب مباراه فيها ضغط نفسي وعصبي وجماهير كبير جدا صحيح مع نادي الزمالك، وكنت خسران 1-0 واعيد اللقاء واوصل 3 واضيع اكتر من هدف والعب بالمستوى البدني ده كويس، كتر خير اللعيبه دي. يعني لازم نحيي ان الجهاز الفني انه وصلهم للحاله البدنيه دي. الفريق كويس اللي هو يبدا من تحت ويفنش لغايه صحيح الاخر ولازم الحقيقه، لان انا متحيز جدا لهذا اللاعب، رغم ان الناس كلها دايما بتتكلم عن النجوم، بس حسام عاشور يعني انا شايف ان هو لا يقل عن 30-40% لوحده من اداء واتزان النادي الاهلي. نتكلم بقى عن بركات وتريكه النهارده في حالتهم مش في حالتهم كذا، اللي شايل دايما نص الملعب ومحدش بيتكلم عنه حسام عاشور. لا ده في نقطه كمان على حسام عاشور، ان يعني صاحب المستوى الثابت في النادي الاهلي ومحدش حاسس بيه. مظبوط، يعني ما بيقلش وما بيزيدش. شوط النهارده مستوى ما مصدقش حد كان مصدق انا طارق بيقول لي هو قلت له مش ممكن لا ما تطلعش بيه لا حسام يعني بصراحه يعني مستواه ثابت على طول. صحيح. وعلى فكره لبس الجزمه بتاعت العناصر اللي ادت مباراه اللي خلى فريق النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك هو حسام عاشور. مظبوط، والتغيير اللي عمله حسام البدري ان هو اخره شويه ورا شهاب، فبحيث ان هو قضى على خطوره شيكابالا. الديفندر اللي بقى يدافع ويقطع بس ده خلاص انتهت في الكوره. صحيح. يعني حسام عاشور وشهاب في اوروبا كلها كده. احنا عندنا لازم الديفندر لازم يقطع ويجري ويلعب مان تو مان والكلام ده. عندهم لازم في النادي الاهلي ونادي الزمالك عندهم مكان شغال، لازم الفكر يتغير طبعا. عندهم بركات وشهاب يتغير خلاص عندنا الموضوع خلاص. عشان كده اللعيبه بقى مستريحه بس خلاص هدي نفسك عندنا الموضوع ده. خلينا نتكلم عن ماتش الانتاج بس ما ينفعش بقى كابتن طارق يتكلم. الانتاج وام بي مباراه كانت ما بين الطامحين. ام بي دايما عنده بطوله الكاس دي بطوله شايف ان هو بيقدر يعوض فيها وبيوصل، وقبل كده فاز بالكاس ووصل المباراه النهائيه بعد كده مع حرس الحدود. بس ام بي الموسم ده مش هو ام بي اكيد، والانتاج اعتقد انها كانت فرصه جيده جدا ان هو يلاقي ام بي في هذه الظروف، والانتاج بامكانياته وبفنياته وبجهازه عرف يعدي. جملتين كده عن المباراه. جملتين زي ما قلت لحضرتك، ويمكن حيينا فريق الانتاج الحربي على المستوى الثابت اللي هو وصل له او المستوى اللي هو يوصل ان هو بعض اللقطات من المباراه يوصل للدور قبل النهائي في كاس مصر، دي حاجه طبعا تحسب له. وجود البديل الجيد، يعني سامح عيدروسي النهارده كان موجود على دكه البدلاء ونزل واحرز هدف، ودي طبعا تحسب طبعا للجهاز الفني ورؤيه الجهاز الفني، شايف امتى اللعيب ينزل، وممكن طبعا التوفيق طبعا ده بتاع ربنا اكيد صحيح. لكن هو ينزل ويحرز هدف
دي حاجه طبعا. الجون ده كمان على فكره حلوه قوي. دي ده حلوة دي فونيه يعني الراجل استلم الراجل استلم استلم وداره للجون وداره للجون شبه جون عماد متعب بتاع الاتحاد بالظبط. لكن دي فونيه ايضا من اللعيبه كويسه جدا. لكن امبي مش هو ده الطبيعي بتاع امبي. امبي الموسم دوت كان بيعاني الكثير والكثير. كان مش هو ده فريق امبي اللي احنا تعودنا عليه في السنوات الماضيه. لكن بيقابل خصم النهارده عنيد وقوي وعنده عامل الارض برده يمساعده. يعني لازم برضو دي نقولها ان لعيبة الانتاج الحربي متعودة على الملعب الترتان بيقدروا يتعاملوا معاه بشكل كويس. يمكن اكتر الماتشات اللي بيلعبوها على ملعبهم بيكسبوها. صعب اي حد يكسب فريق الانتاج على ملعب. طيب المباراة اللي اثارت جدل كبير كمان مباراة الاسماعيلي والاتحاد امبارح، مش عارف شفتها ولا لا؟ طبعا اتفرجت عليها. كانت مباراة غريبة الحقيقة. كان كل التوقعات بتصب في مصلحة الاسماعيلي وهو فعلا اللي عدى، بس ما كانش بالاداء ده. الاتحاد عمل مباراه العمر قدام زي ما انت اتفضلت وقلت على مباراه الاهلي والزمالك. الناس كانت النهارده متوقعه من الاهلي ان هم هيشوفوا حاجه تانية خالص وفوز سهل. الاسماعيلي برضو عنده اداء بمتحفظ، عنده غيابات، احمد سمير فرج ما لعبش الماتش مثلا. في حاجات بتاثر ساعات في فرق ان هم التكتيك او التكنيك اللي بيلعبوا بيه ما في غياب لاعب مهم زي ده بيبقى موجود. محسن صلاح محمد محسن ابو جريش ما لعبش في كل ده، فبيدخل عنصر جديد. فبقى ما بيتاقلم شويه بياخد وقت 10 دقائق 7 دقائق 8 دقائق بياخد من عمر المباراه ان هو يوصله. والحقيقه الاستراتيجيه اللي عملها كابرال مع الاتحاد امبارح كانت كويسه قوي. الاتحاد كان مش بس مقفل احترام المنافس، يعني هو بيلعب مع احترام منافس فقدر يخلي نفسه وجود في الملعب. قدر يقيم لاعبي نادي الاسماعيلي كويس قوي. حظه كويس ان هو اللي تقدم في المباراه، وكان ليه الصعب ان هو يبقى عنده الروح ان هو يقدر يكسب المباراه. انا انبسطت قوي ان جده جاب جون. كلنا بننبسط لما جده بيجيب جون. مش عارف جده تحس ان هو بقى قربنا والله. بعد الجون اللي جابه في غانا ده في الاخر ده خلاص بقى هو هداف الكاس بقى كلنا. لا بجد والله سبحان الله، يعني اللي بيشجعوا الاتحاد اللي ما بيشجعوش الاتحاد يشوفوا جده هداف الكاس. هو تقريبا دلوقتي 4 اجوان او 5 اجوان. هو ولد جميل بسم الله ما شاء الله. عمل لنفسه الحقيقه وعمل لنا ان احنا حب مشاهده ان احنا نشوف نادي الاتحاد تاني. و نادي الاسماعيلي نادي مش قليل، دايما عنده فرق وعنده لعيبه ودايما ولاد ان هو نادي لعيبه كويسه ومحترمين جدا. اتعاملوا مع المباراه كويسه، عندهم حارس مرمى من احسن حارس مرمى افريقيا كلها وحارس مرمى مصر وشال امبارح ضربه جزاء. وحتى بقى قال لك هو اللي احرز الدنيا كلها بتقول لو وصلوا ضربات جزاء الاسماعيلي هيكسب لان الحضري هو اللي واقف واثبت فعلا ان هو بيروح مع الكوره وعينه كويس قوي مش من فراغ. وادى نفسه طبعا الكلمه الاخيره اللي هو سدد ضربه الجزاء الاخيره. انما ما ننساش حق نادي الاتحاد ان هو كان برضه من حقه انه زي كل الفرق انه يحلم ان هو يبقى فوز الدور في دور الاربعه. انما حظه كان ممكن لا هو قريب قوي ان هو صحيح. اللي كان يبقى موجود مكان الاسماعيلي في الشوط الاضافي الاول. كان عنده فرصه ان هو فرصة ممكن يخلص انه ممكن يخلص المباراه بس هي دي الكوره. هي دي الكوره. وده اللي احنا بنقوله انت ان انت قلت لي متعه المشاهده دلوقتي ان في الاهلي وفي الاسماعيلي صحيح ومعاهم فرقتين ما نعرفش برضو ايه اللي ممكن يحصل. بقهم يعني ربنا بيبعت لهم انتاج الحرب يشتغل السنه دي كويس قوي فربنا بيبعت له انه يبقى في بؤره الضوء في دور الاربعه ممكن يبقى في الفاينل. صحيح. فكل اعماله في الفاينل. ممكن بجد كل حاجه وارده طبعا يعني. لا ده هم عارفين باشا واحنا عارفين. لا 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 حاجه ثانيه. احنا مره بنلعب البلاستيك قعدنا 90 دقيقه جوه ال 18 بتاع الكاس كده الكره احنا اللي بنطلعها من بره. لا مفيش حاجه في الكوره كبيره يعني فعلا. والله لا مفيش حاجه. طيب